إخوان الأخوات، السلام عليكم. اليوم ندير واحد تجربة على الماء. فوق ما كنشربو كنحس بشي حاجة فيه، بحال التراب، بحال الغيس، بحال اللون ديالو كيكون مبدل. ونضت زيت واحد السطل ديال الماء ودرت واحد الكمامة للروبيني، وانتم غادي تشوفوا بعينيكم اش وقع. وبغيت نعرف واش حنا بشر ولا ماشي بشر، واش هاد التصفية ديال الماء واش كتلحقنا هي هذيك ولا ما كتلحقناش هي هذيك. المهم انتما تشوفوا بعينيكم ملي غادي تحيد الكمامة من الراس ديال الروبيني اش غادي تشوفوا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان الله العظيم، يمكن هاد الناس هادو اللي كيدوزوا لنا هاد الماء هذا ما كيفكروش فينا وما عندهم سوق. كنقول علاش لي سونتر ديال الدياليز عامرين بعباد الله، علاش الناس مرض. المهم هانتوما غادي تشوفوا في اخر هاد الفيديو اش غادي يوقع. هذا هو الماء الصالح للشرب، الماء الصالح للشرب. ما عرفت علاش مسمينو الماء الصالح للشرب، بغيت غير نفهم علاش مسمينو هذا، عطينو هذا الاسم هذا. هانتوما شوفوا الكمامه هي كتحيد من الراس ديال الروبيني، شوفوا كي دايره، كلها مغيسه، كلها موسخه، كلها عامره تراب، وكلشي الناس كتشرب هذا الماء. يعني ماشي كلشي كيقدر يشري الماء الاصطناعي من الدكاكين ومن مرجان ومن كارفور، ومن راه ماشي كلشي عنده هذا يفكر يمشي يشري هذا الماء هذا. المهم الله يعفو عليهم، الله يعفو عليهم ويعفو علينا حتى حنا يا ربي مع هاد العواشر هادو، الله يعفو عليهم بسكن. الله يشافي كل مريض. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم.